كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. إذن طرق التعرف على الأحجار الكريمة كثيرة ومتعددة، وستتعرفون عليها من خلال تشجيعكم في القناة ومتابعة دروسنا. يبقى فقط إشارة أن هذه التقنيات التي تتعرفون عليها لا تجعلك متأكداً 100% أن الحجر الذي بين يديك هو حجر كريم أم لا، وذلك انتفاء الخبرة. فلا بد دائماً من بعد ما تتعرف على هذه التقنيات وتطبقها وتكون نتائج حسنة أن ترجع لخبير الأحجار الكريمة. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.